كل خاطب كذاب. يا عمي اذكر الله ولا تخرب بيوت الناس، خلي الشباب يتزوجوا، ايش لك وايش لهم انت؟ انت بالذات ولا كلمة، ما سفرت زوجتك الا بعد 5 سنين، وانت واعدها من اول يوم خطوبة. خلاص خلاص تفضل، كلنا اذان صارية، تفضل يا بحر العلوم، نحن نستمع. شاطر شاطر. العصفور الكذاب. مر سليمان عليه السلام بعصفور يدور حول عصفورة، يعني غازل، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ طبعا انتم عارفين سيدنا سليمان علم منطق الطير وكان يفهم لغة الحيوانات. قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: زوجيني أسكنك في أي غرف دمشق شئت. يا سلام يا سلام، يعني اختاري وانت بتسكن. هنا يستطرد سليمان عليه السلام ويقول: غرف دمشق مبنية من الصخر، يعني لا يمكن أن يسكنها أحد، فكل خاطب كذاب. طيب تسمح لي بس يا أستاذ منصور، إيش مصدر هذه القصة؟ مو تشكيك ولا شيء، بس إيش المصدر؟ لا لا ولا يهمك يا حبيبي ولا يهمك، هذا هو المصدر. وخلوكم صريحين من البداية، مو زي صاحبنا أبو 5 سنين. وفي أمان الله.